يعطيكم العافية شباب وصبايا. Good morning. We'll give it a couple of minutes and then we start إن شاء الله. يعطيكم العافية شباب وصبايا. Good morning. Any question before I start? طيب شباب، احنا نعرف انه برنامج الجامعة بالنسبة للامتحانات وصلكم، وانا اللي شفته انه امتحانكم يوم الاثنين الجاي ان شاء الله تعالى. اوكي، سو الامتحان يوم الاثنين الجاي حسب الموعد المعلن. دكتور بالضبط. دكتور، امتحان 4/5 ولا 5/4؟ انا اذكر شفته 4/5، مش متاكد. 4/5 الامتحان. 4/5 امتحان 4/5. 4/5، لا مش 5/4. بقول لانه اخر امتحان في الجدول صفنت، كيف الاثنين الجاي؟ يعني ذاتس فاني بصراحة. 4/5، ذاتس فاني. ليت مي سي وان سكند. بصراحة هذا ديزاستر بصراحة، مش شيء كويس. ليت مي سي بالضبط. انا اصلا شو المادة راح تدخل بالامتحان؟ يعني راح يدخل كل شيء. عملاقة عملاقة راح تكون. يعني 4/5 مش 5/4. انا قرأته 5/4. ليت مي سي وين جدول الامتحانات تبعكم. ريفرش. احنا الجدول عندنا دكتور بيظهر بالترتيب، فنحن اخر امتحان كان باور 1، فعرفنا متاكدين انه 5. ده انا بتذكر الجدول اللي جاني ما كان اخر امتحان باور 1. مش عارف، بدك تختار اللي هو اندر ميد، مش فيرست ولا سكند. يعني خلينا نشوف. انا مش عارف ليش ويب سايت هذا فيه ايشيو من امبارح. تفضل. Let me see something. One second. حد يجرب اللينك اللي بعثونا اياه شغال؟ انا مش راضي يشتغل عندي بصراحه، ما بعرف. انا حاليا من الخدمات. كلام الشباب صحيح؟ الخدمات موجود؟ الخدمات عندنا يبين. اوكي، ليت مي سي. اللي هو مكتوب حتى دكتور، مكتوب تيوزدي، يعني مش امتحانات المدرس. تحليل أنظمة قوى. امتحان نصفي. او واو، يو رايت، امتحانكم يوم 4/5. اوكي، 4/5/4/5. Here we go. So بنلتزم بتعليمات الجامعة، امتحانكم بأربعة خمسة. الفاينل متى راح يكون يا بشار؟ يفترض، يعني حسب، يعني أنا ما شيكتش صراحة على التقويم أو على التقويم الجامعي، بس يفترض يعني بعدها بأسبوعين 3 أسابيع يبلش. معقول؟ فترة قصيرة. No, no, no. لا دكتور، على التقويم الجامعي ب4/6، كأنه بيخلص في 20/6 الفاينل. لا بالضبط، أنا هيك شفته، بيبدأ ب4/6، يعني بعديه بشهر. بيو بشهر. والله شباب، it is what it is. So 4/5. دكتور ما بنقدر نوصل مثلاً لعند نقطة معينة أو تشابتر معين أو موضوع معين وتقول لنا مثلا امتحان مد بوقف لحد هون؟ يعني لوقته يعني لوقت الامتحان. امتحانكم ب 4/5 يا شباب، يعني بعد شهر، يعني اكثر من شهر. يعني بصراحه ممكن واحد يخلص ماجستير ب 4/5، عرفتوا؟ فيا سيدي، انا بصراحه والله انا قراته 5/4 وشفته سريع، بلشت احط لكم امتحان، ويعني اتس ريلي فاني. جد جد، هلا بنعيد حسابات مرات. طيب دكتور، اذا مثلا في وقت محدد انه نقدم عليه الامتحان لنص 4 بعد 4 بعد نص 4؟ لا، نلتزم تعليمات الجامعه، لانه ما بدي ادخل بمتاهه تعارضات. يا بالضبط، لانه هلا تغيير موعد امتحان. هلا لو انه احنا السيستم، بشار بصححني لانه مثل قسم، اذا بدي امشي بالطريقه الرسميه بدنا ناخذ موافقتكم جميعا، وبعدين اخذ موافق، وبعدين موافقه رئيس قسم، وبعدين تروح للعميد، وبعدين تروح لنائب الرئيس. It's a headache. It's really a headache. That's number one. Number two. Yeah, that's, it's really a headache.
طيب ما انه بالله امتحانات المدرس ليت مي سي عشان اتاكد ان انا بصراحه قارئ التواريخ. شوف جماعه الباور 2 مزبوط 15 4 باور 2 15 4 اعطيني اياه مزبوط 15 4 10 اوكي يعني على الاقل باور 2 مش حاطين لهم اياه ب شهر 5 اوكي سو جود جود اشرب انا صدقا ما بعرف كيف قرات امتحانكم على انه 5 4 انا بقول لكم ليش قراته 5 4 لانه انا متعود على التاريخ الامريكي بتعرفوا الامريكان بكتبوا الشهر بعدين اليوم بعدين السنه فطبعا كونه اجت 4 و5 فبالتالي ما فيش تمييز مش 15 او وات ايفر فقراتها هيك ف جود تو جو شباب بالنسبه لماده الامتحان وقتها الامتحان لسه مطول يعني يخلق الله ما لا تعلمون بذلك الوقت ان شاء الله حد عنده اي سؤال او اي شيء ثاني طبعا انت حسيتكم جفلتوا يوم قلت لكم الاثنين الجاي يعني مش مجهزين حالنا بالضبط طيب ماشي طيب صدمه زي ما تقول هو امتحانات الجامعه بتبلش متى العادي بالشهر المد بتبلش 3-4 السبت يعني نعم مزبوط يعني بتبلش السبت وليش مختارين هالباور 1 هم لاقيين لكم اياها ذاك الوقت مش عارف دكتور احنا ضلينا خايفين دكتور انه يعلنوا الامتحان ويكون بعد يوم ولا يومين راح يعملوه بعد شهر بس بدون تدخلك بالشهر بالموضوع لا لا ما ليش دخل اكيد اكيد فشباب انا اشعر انه في اتحاد الطلبه له يعني باع في تاجيل الامتحان امزح يعني زمان كان هالحكي دكتور كان هلا شو يعني بطل لهم صلاحيات هسه بعدهم مش حالفين القسم صاحب الشهر صحيح مع انه ما ليش دخل بالقسم اصلا يعني نفر القسم من ليش انه على يعني بدنا ندخل موضوع انتم بالشهر شو راح يصير فيكم السنه هاي راح تكملوا ولا راح تنهوا والله دكتور لحد الان ما ظهر شيء رسمي يعني احنا لحد الان مكملين يعني ما وقفنا ولا تم الاعلان عن انتهاء فترتنا والله هو بصراحه هو الافضل لانه ما فيش مجال للانتخابات وانتم بصراحه مساعدين كثير بالفتره الاونلاين يعني صحيح جهودكم مشكوره يعني لانه الا اذا بدك تعمل انتخابات اونلاين كيف بتصير يعني الصراحه يعني الوضع اصلا ما بسمحش اصلا يعني لاجراء انتخابات لا انتخابات في الجامعه مستحيل الانتخابات في الجامعة مستعيد أنا أذكر انتخاباتكم كانت بشهر 2 كان مش هيك لا الثلاث خمس ثلاث بالضبط أنا بذكر أنه أنا كنت مسؤول يعني عن الانتخابات على ما أذكر أنه بذكر يعني عملنا الانتخابات وانهينا كل شيء وبعد أسبوع انتهت الحياة يعني بصراحة هيك بذكر صحيح 100% نعم يا شباب المهم long story short الامتحان بخمسة أربعة عفوا بأربعة خمسة ومن هون لوقتها إن شاء الله بنتناقش في مادة الامتحان بنتناقش بنشوف إنه يعني it depends وين راح نكون واصلين بس يعني technically راح نكون almost done يعني ما تدرسوا للمد راح تدرسوا للفاينل بس لا بس أنا راح أشوف المادة لوين وأوقفها إن شاء الله يعني ما تتوقع إني راح أدخل لك المادة كلها اللي راح أقطعها لأربعة خمسة لأنه بصراحة راح تكون مادة المد والفاينل نفسها بهذا الشكل وهذا doesn't make sense لا بس راح تشوفوا أنه أنا most likely راح أوقفها عند حد معين يعني إن شاء الله بس أهم شيء اللي بدي أقول لكم إياه لغاية اليوم كل شيء داخل في المد لغاية اليوم كل شيء داخل في المد يعني هذا for sure حد عنده أي سؤال ثاني أو أي استفسار alright let's share my screen and get started بس قبل الريكورد دكتور شو اسمه الهومورك الاول يعني والهومورك الحالي عليه علامات طبعا لا ليش ما اعطيكم اياه لانه نوت جريدد عندي بس حبيت نو نوت جريدد لانه انا بعدني ما حطيت علامته انا بحطهم على اكسل شيت وبعدين بحط لكم اياهم على السيستم فدون وري بس اتس جريدد واتس بارت اوف ذا سيليبس وعليهم الهومورك 15% اتس ا جود شانس
اوكي اوكي اصلا ابدعت بالاول وكذا شفت انه للان ما في جريد قلت حبيت اسال ناصر مش هيك؟ اه ناصر اي ثينك علامتك كانت علامه كامله او شيء زي هيك قريب منها. شكرا لك دكتور. عددكم قليل فمن السهل اني احفظ اسماءكم ان شاء الله. اوكي let's get started. share my screen. today's lecture will be quick. احد الاسئله قبل ما ابن شير السكرين شباب، احد الاسئله انه من زملاء الزميل لكم كانت اللي بالنسبه للمحاضرات انه احيانا هذا شباب انا بقيم مش الهدف من المحاضره انه الدكتور وهذا طبعا يعني دائما بحكي للجميع وحتى من الاتحاد الطلبه، الهدف من الكورس، الهدف من المحاضره انه الدكتور يوم يدخل المحاضره يكون عنده بلان واضح بده يعطي 1 2 3. الان احيانا كثير بيعتمد على نوعيه الطلاب وعلى استجابه الطلاب، احيانا ال 1 2 3 هذول بدك تعطيهم ممكن تقطع اضعافهم في المحاضره بسبب انه الطلاب مثلا مستجيبين، الطلاب فهمانين الى اخره، واحيانا تضطر انك تعيد اكثر من مره اشياء معينه وبالتالي ما تقطع ال 1 2 3 ممكن تقطع 1 ونص وتوقف. فاحيانا كثير اذا بتلاحظوا انه مثلا احيانا انا بستمر في المحاضره لاخرها، احيانا بتوقف عند حد معين لانه لي هدف في بلان واضح اعطي فيه كونتنت المحاضره وفي افكار معينه بحاول اني دائما اكون يعني ماشي فيها. فما بزبط مثلا انه احيانا تبدا بتقول والله الان اوكي معي 10 مينتس خليني ابدا بالموضوع البعدي، تبدا بالموضوع البعدي هو فكره تقصها بعد 10 مينتس وترد ترجع تعيدها المره الجايه فايتس ويست اوف تايم وما بزبط. فلا تستغرب احيانا كثير انه انا بتوقف عن مبدأ من مكان معين ما بكمل، له هدف هذا الشيء. الهدف مصلحتكم وانا ان شاء الله متعاون مع الجميع باي شيء بدكم اياه سواء شو مكان يكون سواء عن طريقي او بتلجأوا لانه بشار يوصل لي المسج اذا بدكم اذا عندكم اي فيدباك ان شاء الله. alright I'm sharing my screen with the sound. الجميع شايف my screen؟ نعم. Alright, so شباب وصبايا we started talking about the capacitance اللي بتذكروا last time وتكلمنا عن مجموعة concepts قلنا طبعا whatever we did for the inductance we will do it for the capacitance, whatever we did for the inductance we'll do it for the capacitance. However the problem, not the problem, sorry, however the difference between the capacitance and the inductance, okay, is using, you know, there are minor things. Mainly, بنتذكر اللي هو الفرق ما بين استخدام GMR بنتذكر والريال radius. فبدأنا بالintroduction تقلنا نفس الشيء من الكاباسيتنس للسينجل فيز لاين. وبعد ذلك انتقلنا إلى طبعا حسبنا for a single phase line وقلنا دائما إنه قلنا الكاباسيتنس هي كانت 2 pi epsilon node over ln d over r. راح يصير يختلف معي هو هذا الكونسبت اللي هو دي اوفر ار ويتش دي اند ويتش ار اي ويل بي يوزينج. اخذنا المالتي كوندكتور كونفيجريشن يو نو مينلي تحدثنا عن ترانسبوز لاين قلنا نحسب الكاباسيتنس فور ا ترانسبوز لاين ات ذات تايم اجين ذا سيم كونسبت لين دي اوفر ار بس ان ذس كيس بدل ما استخدم دي كونه ترانسبوز لاين استخدم جي ام ار ام سوري جي ام دي استخدم الجي ام دي فور ذا ترانسبوز لاين لما كنا نحسب الكاباسيتنس. Next تكلمنا عن البوندلينج واذا كان عندي بوندلد كوندكتور وتحسب الكاباسيتنس فور بوندلد كوندكتور. الفرق انه مالتيبل كوندكتورز ستيل انت راح تحسب تستخدم الجي ام دي، الان انستد اوف يوزينج ار راح تستخدم الار تاعت البوندلد كوندكتور تاعت البوندلد كوندكتور واللي هي سمبلي ذا سيم وان وي يوزد فور ذا اندكتور. سواء كان عندي 2 او 3 او 4 كوندكتورز 2 اور 3 اور 4 conductors in this case. Okay, so انتقلنا بعد ذلك اللي هي موضوع three phase double circuit line. Three phase double circuit line. الفرق نفس الشيء لن نستخدم الجي ام دي
لم نذكر على اللي هو for the double circuit line. راح ننتقل اللي هو for the using the GMR for the double circuit three phase line. أوكي طبعا ذكر الآن بدك تركز على نقطة معينة. الآن still إحنا بنتكلم عن using the actual radius, نستخدم the actual radius, بس الهدف إنه تنتبه إنه الآن أنت بتتكلم عن three phase double circuit line, ف you need to calculate اللي هم ال R A R B R C in this format, بعدين تأخذ the square root of three, the R A مضروب في R B في R C. أوكي وضحت لكم how to calculate each R A و R B و R C. نأخذ example سريع على الموضوع. 500 kV three phase transposed line composed of these this type of conductors. قلنا aluminum steel copper steel reinforced. نوعه فإله data sheet. أوكي نوعه ورقمه. أوكي all of this is information عشان ترجع على data sheet المطلوبة. معطيك هي إنه configured in this way. So we have three phases A B C horizontally spaced. معطيك المسافات بيناتهم uniformly also spaced. معطيك إنه الكوندكتر diameter, أوكي وبالتالي بتجيب منه ال R radius, ومعطيك ال GMR تبعه هاليد اللي هو 0.53 inch. مطلوب نحسب ال inductance وال capacitance per phase per kilometer of the line, per phase per kilometer of the line. طيب step number one, is simply we need to look for كي حساب الراديوس زي ما قلت لك. معطيني الديامتر, بس اتذكر دائما كمان انه اليونتس that you will be using. انتبه انه هون معطيك الديامتر بالانش, فسمبلي التكست بوكس if you are using a يعني a US textbook تلاقي بيستخدم الفوت, بتلاقي اوكي او they will be using meter for something else. So first step is to convert. Let's find the radius. تأخذ الديامتر على 2 و you convert the inch into foot. That's how we calculate it over here. And then next, we need to calculate the GMR. Okay, the GMR, which is given to be 0.53, but in inch. We convert it also into foot by dividing that over 3. All right. إذا بتذكروا هذا simple three-phase line, single circuit, فبالتالي ال GMD simply انت بتاخذ square root of 3 D12 في D23 في D13 GMD GMD. All right. Next عندنا ال GMD ال GMR, ناخذ ال inductance L. Okay طبعا Henry per meter or milli Henry per kilometer, it doesn't matter. Okay, so بتاخذ انت 0.2 ln GMD over GMR, straightforward. Okay, وال capacitance نذكر C كانت 0.0556 over ln GMD over R, GMD over R, actual R. Straightforward example, nothing special. مثل ما سألني زميلكم من المحاضرة الماضية بقول حسابات ال structures, حسابات ال capacitance وال inductance وال resistance for different configurations, straightforward. Okay. الهدف إنك تعرف how we calculate it as a power system designer. والهدف إنك تعرف إنه الفرق physically, which one you use. يوم أجي أحكي لك GMR و GMD, what does it physically mean? What does it physically mean? نأخذ example. نفترض انه بدلنا هذا الترانسميشن لاين, هذا ال 3 phase transmission line كان single circuit, بدلناه ب another type of conductor. however انه الان راح نصير نستخدم اللي هو two conductors per phase. okay two conductors per phase, the same cross section, same everything, line spacing is the same. okay بس انتبه الان انه عندك bundle. okay two conductors per phase. معطيك إنه الكوندكتورز إلهم ديامتر 0.977 و GMR 0.392 إنش. طبعاً الباندل سبيسينج so simply between for each phase we have two conductors bundled, spacing between the bundles 18 إنش. مطلوب نحسب الاندكتنس كاباسيتنس per phase per kilometer, per phase per kilometer. الفكرة الوحيدة زي ما قلت لكم إنه بدلنا
طورنا السؤال شوي، بدل ما كان single conductor صرنا نتعامل مع bundled conductor per phase و simply bundled conductor per phase و simply two conductors. طيب شو الاختلاف اللي راح يختلف عندي هون؟ الاختلاف اللي راح يختلف عندي for the inductance and the capacitance، طبعا احنا بلشنا نفس الحسابات، radius is given، طبعا you convert diameter over 2, you convert it to inch if you need it, but it's given in inch, so it's ready. Okay, the GMD is also ready. انت بتاخد simply square root of 3, نفس الشيء ما اختلفش شيء، square root of 1, 2, 3, GMD. طبعا هو معطيك المسافات نفسها فما اختلفش شيء، فحساب الـ GMD is also the same. الآن في عندي two conductors per bundle، فبالتالي بدي أحسب اللي هو الـ GMR للإندكتنس ولا الكاباسيتنس. وانتبه إنه الـ GMR اللي بدك تحسبه for the inductance بدك تأخذ، انتذكر كان عندك two conductors، فإذا كان two conductors أثبت لكم إياها المحاضرة، كان square root of two اللي هو simply D times DS، و DS اللي راح نستخدمه هون هو إيش يا شباب بالنسبة للإندكتنس؟ R في قوة في E قوة ناقص ربع، اللي هي الجي ام ار لا ايتش كوندكتور، اللي هي الجي ام ار فور ايتش كوندكتور. يو رايت، ثانك يو. الان بدي احسب الجي ام ار، طبعا انا ما بحب اسميه جي ام ار بس اتس اوكي، جي ام ار فور ذا كاباسيتنس، نفس الشيء سكوير روت اوف دي، بس اي شو راح استخدم الان؟ اكتوال ار، طبعا هو قسم على 12 حتى يحول اليونتس للفوت، حتى يحول اليونتس، بس انتبه الان استخدمنا الاكتوال ار تو لانه باندلد. اوكي، وسمبلي رجعنا ل ال اللي هي 0.2 لن GMD over GMR والكاباسيتنس the same story. فبتلاحظوا هو نفس القانون أو نفس الفكرة يعني، بس الهدف تنتبه إنه for each configuration. أوكي، هل الاندكتنس ولا الكاباسيتنس اللي هي 0.056 على لن اللي هو GMD، سميها على GMR ماشي مش مشكلة، بس which الهدف، which GMD which GMR. طبعا GMD is the same، ما بتختلف سواء capacitance سواء inductance سواء كان bundled ولا مش bundled، it's the same story، لكن رح يختلف معي حساب اللي هو ال GMR over here، ال GMR over here. alright، حدا عنده بس بدي أسأل، الصوت مشوش عند الجميع ولا بس عندي؟ لا الجميع سامعني كويس وشايف سلايد عندي كويس. دكتور سامعينك كويس، أكون من عندك والله. Alright، حدا عنده أي سؤال؟ فزي ما حكيت لكم يعني الآن ممكن أجيب نفس السؤال، نفس السؤال مثلاً، وبدل ما أعطيك إنه الباندلينج عبارة عن two conductors عمل لك هي أربعة conductors، فشو راح يختلف عندك يا شباب؟ راح يختلف عندك حساب هاي الإكويشن اللي أنا طلبت منكم تعملوا لها proof، تذكروا؟ سواء 3 أو 4، أو مثلاً طلبت منك الآن بغير لك السبيسينج بين ذا تو كوندكتورز او سبيسينج بين ذا باندلز، اتس ذا سيم ستوري. المهم ان بدي اياكم تعرفوا انه وي هاف وين وي كالكوليت وي هاف ديفرنت كونفيجريشنز، سم اوف ذم ار كومن سم اوف ذم ار نوت. ذا ستريت فورورد واي اوف كالكوليشنز، طبعا اول اوف ذس از نورمالي كمبيوترايزد، اول اوف ذس از نورمالي كمبيوترايزد سبيشلي اف وي هاف ا هيوج نمبر اوف لاينز تو كالكوليت اور ا هيوج نمبر اوف كيسز تو دو اول اوف ذات. اول رايت، اني كويشن؟ طيب، why we did all of this؟ ليش حسبنا capacitance, inductance, resistance؟ We did all of that يا شباب، هذول نسميهم transmission line parameters، حتى نستخدم هذول parameters ونعمل modeling للtransmission line، نبني transmission line models، transmission line models in this case، transmission line models in this case. Okay. So يوم نبني نوصل لمرحلة نبني الموديل راح نستخدم في هذا الموديل L و C و R، L و C و R. فالترانسميشن لاين مودلز زي ما حكينا previous lectures احنا we have covered how to calculate R, L, C اللي هم سميناهم distributed parameters، distributed series inductance, shunt capacitance و series resistance of the transmission line. Normally we calculate them per unit length.
طبعا in this section احنا we will use these parameters حتى نبني transmission line parameters transmission line models. وزي ما انا حكيت لكم قبل شوي طبعا normally احنا when we take these parameters we take them per unit length. Okay, so you start like you take r dx plus j omega l dx انك ماخذ simply okay per unit انت talking about the length dx in this case. It doesn't matter because at the end we take it per unit length. Let's start with a transmission line equivalent circuit, which is simply a series RL, inductance and resistance, with shunt capacitance, as we can see over here. طبعاً إحنا ماخدينه, okay, with for this unit length dx, per dx in this case. طبعاً نتذكر إنه أنا بتعامل قاعد per unit, عشان أريح راسي بتعامل per unit in this case. Let's take this side of the transmission line, سمي sending end of the line. This side, سمي receiving end. All right. وحنعرف إنه Z هي R plus J omega L. Doesn't matter. وcapacitance طبعاً G plus J omega C. وراح نشوف دائماً as we did also with circuits of the machines where normally we ignore G. We ignore G equal to zero. All right. Let's start some math derivations. Circuits. نبدأ circuits. نأخذ الآن إنه simply at the sending end the voltage is V plus dV, I plus dI, the change that will happen. Okay. On this side, it's more I or V, which is simply what I'm talking about. You know, إذا كان عندك receiving end voltage and current, the sending end أنت قاعد بتضيف ال voltage drop هون مثلاً. Plus, اللي راح يصير على هدول. But that's why أنا I plus DI, V plus DV. طيب, ماشي. وبالتالي DV, هال small drop اللي حصل على ال series branch هو simply بتضرب ال current أنت قاعد في هاي ال Z اللي موجود عندي. I في Z في DX. Okay. وزي ما حكيت إحنا ماخدينه I of X, changing with time. I'm sorry, changing with the distance x from the receiving end. Again, this is the receiving, this is the sending. My reference will be the receiving end of the line and then going back to the sending end. All right. Well, DI, the current, اللي مار في الشنت branch الموجود عندي هون, simply capacitance. مش هيك؟ وبالتالي capacitance, أنا باخذ the voltage مضروب في the admittance. So the total voltage على الشنت branch اللي هو V plus DV, أضربه في y طبعا dx بيعطيني الكرنت اللي هو مار اللي انا مفترضه اللي هو dx dI alright. واحنا نعرف at the same time انه ال dv هذا times x term is very small, is very small in terms of voltage, so I'll ignore it, so it's simply approximately vx times y times dx. Again, it's math, KVL. فوصلنا للقناعة إنه dV by dx as a function of x is z times I, و dI by dx is equal to y times vx. Again, nothing new. بس إحنا simply, we started with the basic equivalent circuit of a transmission line مكون من series branch R و L وJ omega L وشنت branch اللي هو الادمتنس we ignore G فايتس 1 اللي هي نتكلم عن الكاباسنس in this case. طيب these are two first order differential equation. خلينا نشتق المعادلة هاي مرة ثانية. فإذا نشتق المعادلة هاي for the second time تصفي معي Z في DI by DX, عوض DI by DX هون بعد ما تشتقها the second time, فبتصفي معي اللي D square V as a function of x by dx هي عبارة عن z في y في v of x. Okay, تصفطها تنقلها للطرف الثاني تصفي معك d square v by dx square second order differential equation minus z y equal times v equal to zero. ليش بدي أوصل لهذا الشيء كليات يا شباب؟ في عندنا في transmission line modeling في عندنا مجموعة constants مهمين جدا
أول واحد فيهم اللي هو جاما بنسميه الـ propagation constant. الـ propagation constant راح أشرح لكم شو معناته physically later. الـ propagation constant اللي هو عبارة عن جاما اللي هو square root of z times y. إله real part imaginary part. ألفا وبيتا. ألفا اللي هو بنسميه الـ attenuation constant وبيتا بنسميه الـ phase constant. Attenuation constant. Okay, so again, first, the propagation constant was square root of z plus times y. Ilu real part, ilu attenuation constant, wa ilu imaginary part, ilu phase constant. And come in terms in bidalalat gamma. This is a second order differential equation. Second order differential equation. Idna nhilla ya shabab, kawan nahna power system 2, atwaqa ma fi anna mushkila. نعرف إنه solution of second order differential equation راح يظهر معي exponential two exponential functions راح يظهر معي two constants k1 and k2. okay خلينا شوية بهاي المعادلة اللي أمامنا كمان نستخدم شوية رياضيات إنه نبسطها نلعب فيها بس يعني as simple as that. do you agree with me إنه هاي المعادلة بقدر أكتبها بهذا الشكل k1 plus k2 أخذ ال e to the gamma x plus e to the minus gamma x على 2 وk minus k2 e to the gamma x minus e to the minus gamma x على 2. طبعا اللي بده يسألني بقول له نفس المعادلة ببساطة دخل هذا هون ودخل هذا هون جمع الترمز بتصفي they will cancel each other وبصفوا بهذا الشكل. خلينا نريح نفسنا ناخذ هذا انه على اساس انه capital k1 وهذا capital k2 upper case k2. اوكي فصفت معي هاي المعادلة ممتاز. بذكرني هذا الفورم بذكرني هذا الفورم باك بالكالكولوس اللي هو بالكوساين هايبربوليك فانكشن. كوساين هايبربوليك وساين هايبربوليك فانكشن هاي معادله الكوساين هايبربوليك والساين هايبربوليك فانكشن اللي بدي احاول اتذكره. سو فور ريال جاما اكس الكوساين هايبربوليك والساين هايبربوليك فانكشنز اللي هم هذا الفورم تبعهم. واذا بتذكروا مشتقه الكوساين هايبربوليك جاما اكس طبعا هي جاما في ساين هايبربوليك مشتقة الساين هايبربوليك هي كوساين هايبربوليك. مفروض شباب أخذتوا في الكالكولوس ما بعرف فيه 2 ولا 3 هذا الموضوع مفروض معكم مر معكم بالسيجنال and systems what else multiple courses am I correct مزبوط ولا لا صحيح دكتور أخذناه هذا كله تمام. أوكي ستيل ما فيش أي شيء الآن قلنا إنه جاما X as a complex number أنا بدي أكتبها as a real part plus J beta cap real part و imaginary part. وبنذكر كمان الرياضيات إنه الكوساين هايبربوليك لفانكشن معين هو كوساين هايبربوليك إذا كان الآن بدي أخذ كوساين hyperbolic alpha cap plus j beta اللي هو real plus imaginary cosine hyperbolic في two functions مجموعين هو عبارة عن cosine hyperbolic الأول cosine hyperbolic الثاني plus j sine hyperbolic sine الثاني I'm sorry cosine hyperbolic الأول cosine الثاني plus sine hyperbolic sine وبالنسبة لsine hyperbolic is the same story. okay لأنه رح نستخدم طبعا أنا حاطتكم note إنه we will need this for the homeworks, for the midterm, for the final, you need to know how to كيف تتعامل مع الكوساين هايبربوليك والساين هايبربوليك على الأقل الحاسبة. طيب نرجع للباور سيستم. احنا قلنا انه الفولتج على الترانسميشن لاين هو بنحسبه بناء على العلاقة الفولتج والكرنتس at the terminals. قلنا في عنا sending end و receiving end. وخلينا نفترض انه قلنا receiving end side نفترضه هو الريفرنس. تذكروا احنا كل شيء قاعدين نشتغله as a function of x اللي هي distance length of the line distance من receiving end. فاذا انا اخذت receiving end reference معناته انا ماخذ x بتساوي صفر ببلش من عندها وبلش اعد باتجاه ascending end وهذا اللي انا عملته over here وهذا اللي انا عملته over here. طبعا ال k1 وال k2 constants هذول اللي احنا وصلنا لهم over here هذول ال k1 وال k2 constants انا بدي اجيبهم اوكي بدي اجيبهم من خلال اني اخذ مثلا
على الريسيفنج اند، على الريسيفنج اند انا ماخذ اكس ايكوال تو 0، وبالتالي بقدر اجيب الكي 1 والكي 2 ات اني بوينت اون ذا لاين، ات اني بوينت اون ذا لاين. اوكي، اتذكر دائما انه الهدف في حسابات الفولتجز والكرنتس انا دائما بكون انترستد اني احسب السندنج اند اوف ذا لاين كوانتيتيز، السندنج اند اوف ذا لاين كوانتيتيز. ناخذ الرف دائما ناخذ الريسيفنج اند از ا ريفرنس، وي جو باك تو ذا سندنج اند، وي جو باك تو ذا سندنج اند ان ذس كيس. طيب ممتاز، إذن V of X K1 cosine hyperbolic gamma X plus K2 sine hyperbolic gamma X، وقلنا حتى نجيب K1 K2 خلنا نأخذ receiving end. X بتساوي 0، إذا بعوض 0، إذا بعوض 0 على اللي هي بتساوي receiving end voltage X منعوضها 0، فأنت بتحكي عن K1 cosine hyperbolic 0 K2 sine hyperbolic 0. cosine hyperbolic 0 حطه على الحاسب يطلع معك 1، وsine hyperbolic 0 صفي 0، وبالتالي من هون بيكون عندي الـ K1 هو الـ receiving end voltage. K1 receiving end voltage. اشتق المعادلة هاي، طبعاً بحس هي مش معادلة محاضرة رياضيات، بس ضروري بدي أحتاج هذا الشيء. اشتق معادلة الـ voltage at any point on the line. Okay. Which is simply Z equal times I. زي ما احنا اشتقناها سابقاً. It will give you that. من هون تقدر تحسب الـ K2. بما أنه K1 بيساوي الـ VR. Gamma is given square root of z times y. You can calculate it. Then you can calculate simply k2. تطلع معك ir في square root of z over y. Z over y. الآن z over y. تذكروا لحد الآن تكلمت عن أول quantity، تكلمت عن the propagation constant, attenuation constant, the phase constant. Number four اللي هو square root of small z over y، هذا بنسميها الكاركترستيك امبيدنس، which is one of the most important quantities for the transmission line. It helps you to characterize the line. It helps you to characterize the line. The characteristic impedance, it really determines a lot of characteristics for the line. خليها for the time being. The characteristic impedance for a transmission line ZC here. تأخذ أنت small z over y under the square root، اللي هي impedance per will admittance per unit length in this case. طيب الآن إذا تذكروا إيش إحنا اشتقينا معادلة ال v of x، similarly أنت تقدر تشتق من استخدام node sorry KCL، تقدر تستخدم معادلة ال i of x، تشتق معادلة ال i of x، تجمع two currents at any node. It will you will find it to be IR cosine hyperbolic gamma X plus VR over ZC. وتذكر إنه ZC characteristic impedance is Z over Y. طبعاً أحيانا بكتير بكتب Y مثل gamma، بس هي Y small Y along from the line. تذكر دائماً إنه X إحنا منقيسها من receiving end لاتجاه sending end، وبالتالي at the receiving end X بتكون قيمتها zero. Finally, like any element في power system, efficiency, transmission line efficiency. هنعرف ان efficiency لأي شيء هو عبارة عن how much output power you have over the input power. طبعا times 100%. انه simply you're تحسب قديش في عندك losses على the transmission line. Okay, so how much real power out delivered by how much real power in, which is simply بالآخر ممكن تحكي P out على P out plus P loss. أو العكس، ممكن تأخذ PN minus P loss as a P out. نحسب transmission line. نأخذ example سريع. Transmission line 765 kV transmission line. معطيك ال receiving end voltage. معطيك ال receiving end voltage 765 kV. So this is the VR. Line to line. ومعطيك ال sending end power. Okay. I'm sorry. Receiving end power. معطيك إياها 2000 plus J100 MVA. Complex power. معطيك Z of the line اللي هي series branch per unit length أو per mile in this case، yeah per unit length. معطيك ال Y اللي هي shunt admittance capacity. Okay، مطلوب منك تحسب مجموعة quantities. أول شيء بدنا نحسب gamma propagation constant. Gamma اللي هي square root of Z times Y. ومنذكر إنه حسبنا الكاركترستيك إمبيدنس عبارة عن Z over Y so far. طبعا نذكر إنها إمبيدنس وبالتالي بأوم. أوكي، next. الآن
هو معطيني نرجع للذكر انه دائما احنا نتعامل مع هاي السيركت اللي امامنا اوفر هير ام سوري نتعامل مع هاي السيركت ذا سيريز برانش بارال برانش انبوت فولتج سيندينج اند وريسيفينج معطيني هو في السؤال معطيني الريسيفينج اند باور ومعطيني الريسيفينج اند فولتج طب مش بقدر احسب الكرنت ولا لا بقدر احسب الكرنت اوكي معطيني الفولتج as a line to line طبعا حولت الفولتج to phase على receiving end الكرنت is given اتذكر انه S بتساوي على receiving end بتاخذ VR IR conjugate وبالتالي بتقدر تحسب الكرنت S over V conjugate طبعا 3 phase وبالتالي بتقسم على 3 conjugate this is the current نتذكر المعادلة اللي اشتقيناها قبل شوي انه sending end voltage as a function of V of X انت قاعد تحسب عن تقول VR cosine hyperbolic gamma X plus IR في زد C sine hyperbolic gamma X VR is given IR is given gamma is given ZC is given حسبناهم we can write the equation of V of X اللي هي voltage at any point on the line with reference to receiving it إذا رسمنا هاي المعادلة بس ببساطة اللي إحنا اشتقيناها شوي أو كتبناها إذا رسمناها it will give you actually the transmission line simply between the receiving end هذا receiving end اللي هو reference وهذا sending end okay في عندك الفولت رسم لك أنا voltage real power والreactive power voltage real power P and reactive power Q from the receiving end to the sending end بتلاحظ معي الملاحظة التالية اللي بتهمني لاحظ الريال باور الريال باور طبعا أكيد في لاسز على اللاين بس compared ال R compared to نحكي على الريال باور R compared to the other parameters is very small فبتلاحظ ما بين this receiving end with sending end the real power changes in a small way أكيد it, you know it will increase لأنه أكيد أنت في عندك loss اللاسز بتقل كل ما قربت على السندنج اند على السورس وكل ما تقربت على الريسيفنج اند راح تزيد اوكي ات ذا سيم تايم لوك ات ذا فولتج الفولتج دروب ما بين السندنج اند والريسيفنج اند از ا فانكشن اوف ذا لاين لينث كيو بكير عليها نتناقش فيها هذا الشيء نيكست الان فور ذا لاستلس لاين فور ذا لاستلس لاين يعني افترضنا ان ار ايكوال تو 0 تذكر انه احنا زد سي قلنا سكوير روت اوف زد اوفر واي وبالتالي نعوض زد اللي هي جي اوميجا ال على جي اوميجا سي ذي كانسل فهي سكوير روت اوف ال اوفر سي انتبه طبعا احنا لانه افترضنا انه ار ايكوال تو 0 اللاين از لوستس وبالتالي قدرنا نختصره وبالتالي سكوير روت اوف ال اوفر سي ال اوفر سي which is in ohms real number in this case الان بما انه لوستس لاين اوكي lossless line ونفترض انه at the receiving end هي ZC simply terminated by that ممكن انا استخدم ال VR over IR تعطيني اللي هي ZC اذا افترضنا انه line بينتهي بZC كimpedance KBL ما في شيء جديد او Ohm's law in this case Ohm's law in this case طيب وبالتالي VR يساوي ZC في IR خلينا ناخذ هاي المعادلة وننطلق فيها المهم احنا قلنا ال V of X is given by this equation. بدي أعوض الآن بدال الزد سي والآي آر اللي اشتقيناه قبل شوي. طبعاً بما إنه هذا صار معي إيش؟ VR لأنه lossless. أوكي وطلعت عامل مشترك. ونفس الشيء الآي إكس. The same way إني أعوض بدال الآي آر اللي هو الـ VR over زد سي. تقدر تأخذها كمان بعامل مشترك. لذلك ليش انا بس مهتم بهاي الحركه مهتم بهاي الحركه لشيء واحد فقط وهو انه at any location on the line بتلاحظوا انه الريشيو اللي هي v of x على ال i of x لو اخذت الريشيو ما بين هدول it will be always equal to zc it will always نحكي عن ال lossless line so for every location on the line zc the ratio between v over i is always zc It characteristic impedance. It characterizes the line. Okay. Okay. So
for every نحكي عن lossless again نحكي عن lossless line نأخذ approximation if for every location x on the line real power flow in this case will be zero no losses وبالتالي characteristic impedance ZC is constant at every location in the line وبالتالي simply you're talking about the real power flow is constant which makes sense there are no losses in this case there are no losses in this case طيب real power flow حنعرف انه بناخذ احنا دائما v في i conjugate وبتاخذ الريال بارت حتى تحسب الريال باور فلو وبالتالي اذا عوضنا سمبلي احنا v of x هي z في i zc at any point on the line ناخذ zc times i of x times i of x conjugate all right do your job okay بدي اسال بشاره بشاره يسال i في i conjugate شو راح تعطينا يا بشار I magnitude square. لا. ففي فرق بين I في I conjugate والA square اللي كنا نتناقش فيها مش هيك؟ اه صحيح. تمام. طبعا دكتور ساهر بده يحكي معك بس. كنا نحكي في الموضوع امبارح فقال لي طلاب الباور 1 ماخذين معي سيركت 2 انا بفرجيهم. طيب ما فيش مشكلة يا شباب بس انا we're just kidding here. عم نحاول نرطب الاجواء. طيب احنا قلنا انه i في i conjugate i square فطلع معي simply real part هو zc في i magnitude square which is constant okay لانه احنا قلنا انه lossless وبالتالي constant وبالتالي real power p راح تكون zc في i of 0 وانتبه انه الان ما احكي i of 0 اللي هي x اللي هي distance على receiving ثابت طبعا square magnitude square لانه قيمة الكرنت ثابتة وتساوي receiving end current. طيب وقلنا هذا طبعا انه ZC is V of X over I of X. وقلنا انه V of X رح تكون ما في عندي voltage ما في عندي losses وبالتالي رح يكون عندي simply V of X هو نفسه V of zero هو نفسه V receiving end. Next طبعا انا عجبتكم كثير في مصطلحات بس ضروري لانه هاي المحاضرة بتهيئ كل السمستر بصراحة. حكينا برجع بكرر propagation constant. Attenuation constant, phase constant. حكينا عن ال characteristic impedance. الآن بدي أحكي عن آخر term اللي هو بنسميه surge impedance loading, SIL. So normally أي transmission line إلو surge impedance loading. طبعاً نحسبها ببساطة اللي هي V of X square over ZC كmagnitude. Okay. لكن what does it mean? إلها علاقة simply إذا كانت ال real power, load power P greater than surge impedance loading معناته line is absorbing VARs إذا كانت أقل بتكون line is giving VARs or you know generating VARs or اللي هي reactive power in this case وأنا هذا اللي كنت أحكي فيه over قبل شوي إنه simply surge impedance loading هو 3 VR في IR conjugate okay أو 3 VVR square over ZC اللي أنا قبل شوي اشتغلها طبعا for 3 phase receiving end voltage رح ناخذ طبعا الريتد اوفر سكوير روت اوف 3 حتى ناخذ الفيز سيرج امبيدنس لودينج ان سمبلي ان ذس كيس هو الكي في ال ريتد سكوير اوفر زد سي الكي في ال لودد سكوير اوفر زد سي فبدي الجميع يعرف يحسب شو يعني سيرج بدي يعرف يحسب السيرج امبيدنس لودينج تاع اللاين يعرف يحسب كاركترستيك امبيدنس بروباجيشن كونستانت فيز كونستانت ويحسب The attenuation constant. The attenuation constant in this case. رح ناخذ الآن ال transmission line. Transmission line. رح نتعامل معه على إنه black box. Black box. إلو input. إلو sending end quantities. وإلو output. إلو اللي هو receiving end. So رح نتعامل معه على إنه black box. رح ناخذ sending end V. S Y S والreceiving end V R I R هذول okay they are related by the transmission line parameters بناخذ matrix A B C D simply راح نتعامل معه على إنه black box ببساطة إذا أنا بعطيك receiving end quantity أنت بتضربها في A B C D parameters you can get the sending end without knowing a lot of details inside
How can we get A, B, C, D parameters of the line? راح نشوف كيف راح نستخدم الـ general equation اللي احنا اشتغلناها بشوي بالنسبة للـ sending end والـ receiving end. بس الآن من يوم طالع راح نتعامل مع الـ transmission line كblack box، لأنه أنا بيهمني الـ terminal characteristics تاع transmission line، بيهمني الـ sending end quantities، بيهمني الـ receiving end quantities. As simple as that. As simple as that. راح أتوقف هون يا شباب. ببساطة I'll be honest with you راح أتوقف راح أتوقف عند هذا السلايد قبل ما أكمل وأسأل إذا حد عنده أي سؤال أو أي استفسار. Any question؟ واضح؟ ليش ما وصلت؟ طيب. الآن تكلمنا إنه في عندنا characteristic terminal quantities A B C D. Simply إحنا interested ب V S V R I S Y R. كيف ممكن أنا أجيب ال A B C D parameters؟ ببساطة بستخدم اللي هم ال voltage وال current relationships اللي إحنا عملنا لهم derivation قبل شوي. مش عملنا derivation إحنا V of S Y of S as a function of the distance اللي احنا سميناها x length x او l سمي اللي بدك اياه. اوكي احنا الهدف انه بدنا نوصل للمعادله هاي v of s عباره عن a في vr plus b في ir و i of s هي عباره عن c في vr plus d في ir. طب ما انه عندي هذول a المعادلات هذول، طب انا قبل شوي اشتقيتهم ال V of S و I of S as a function of VR و IR، نقارنهم مع بعض، هذول المعادلات اشتقيناهم، فبيكون عندي هذا هو ال A cosine hyperbolic gamma L، هذا عندي هو ال B، هذا عندي هو C، وهذا عندي هو ال D. اوكي فالmatrix ال A B C D parameters of any transmission line as a function of the length of the line simply is given by the A cosine hyperbolic gamma L, ZC في sine hyperbolic, this is C and this is D. فببساطة concept black box اللي كنا نحكي عنه انه انا ما بيهمني الا اعرف ال ABCD parameters of this black box، اعطيني اي sending end quantity بعطيك ال receiving end vice versa، اعطيني اي receiving end بعطيك ال sending end at any point on the line at any distance from the receiving end. At any distance from the receiving end. Any question so far? واضح؟ واضح يا جميع؟ شباب واضح؟ واضح دكتور. إن شاء الله دكتور. Okay. We stop sharing for a second. I don't want to start a new idea. Therefore, I don't know. اوكي اليوم 30 شهر او شيء. سهم العقيلي موجود بي سي 1 ثينج 21 طالب. طلاب انتم باور 1 عفوا. محمد ابو شحرون موجود؟ موجود دكتور. عبيده ملكاوي موجود دكتور. عبيده انت بعثت لي ايميل طلبت مني، فكرت ما شفته. لا شفته اليوم الصبح. بس ما في شيء يعني كومن بدك تحكيه ولا بصراحه كنت دكتور بدي احكي لك إيه، وبعثت لك كمان بعد الايميل على الماسنجر. بصراحه انا اي دونت تشيك سوشيال ميديا، فاذا بدك اي شيء هو الايميل ذا بيست واي. فانا شفت الايميل اليوم الصبح يا ف واتس ذا بروبلم؟ انه دكتور بصراحه لما يعني عارف انه صار عندي غيابات كثير، يمكن حدا بالشغل عندي غيابات، بس انه يعني بكون يعني حتى بش حكيت لبشار، يحكي حكيت مع بشار المره الماضيه عشان يتواصل معك،
المره الماضيه يعني كنت يعني بالشغل. لا ما في مشكله، هلا انا حكيت المره الماضيه بعث لي بشار وحكى لي ما في مشكله. الان انت بس التزم، الان اللي راح راح ما عنديش مشكله، بس لا تتجاوز الليمت. اوكي انا متعاون معكم جميعا وبقدر ظروفكم، بس من الان وصاعدا التزم بالمحاضره. اوكي ان شاء الله دكتور. ويعني اللي ما عندي مشكله، اللي ما دامك انت ما تجاوزت الليمت فالماضي لا تحكلش همه، يعني لان ما تجاوزتش الغيابات فكانهم هذول مش محسوبين، يعني ما عندهم مش مشكله. اوكي تمام ان شاء الله ريلاكس يعني. اوكي اخر شيء احمد يعقوب موجود؟ موجود دكتور. تمام شو انتم حاضرين، انا سحبتوا على زوم بريك. اوكي يعطيكم العافيه، ويل جيت توجذر ان شاء الله نيكست تايم اون ساندي. الله يعافيك، يعطيك العافيه دكتور. حياكم الله.